مع اقتراب موسم الحج لهذا العام، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إتمام استعداداتها وتجهيزاتها لمغادرة ما يقارب 3000 حاج على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية. وقال رئيس لجنة الحج والعمرة ونائب دائرة الخدمات الأرضية للمحطات الخارجية في شركة الخطوط الجوية الكويتية أحمد محمد العجمي عن جاهزية الخطوط الجوية في مختلف أقسامها وإداراتها لتوفير جميع سبل الراحة وتسهيل إجراءات السفر للحجاج ذهابا وإيابا. يعني بجميع الأقسام شركة الخطوط الكويتية من أعلى الهرم إلى أعلى أصغر موظف في هذه الشركة يؤدون مهامهم لتوفير جميع سبل الراحة للحاج من دخول المطار إلى وصوله إلى المملكة العربية السعودية وبالعودة كذلك بنفس الطريقة. تسهيل إجراءات السفر، عمل الرحلات المسبقة، تشيكهم قبل 72 ساعة من الإغلاء، طعام البوردينج، أخذ العفش قبلها ب 24 ساعة، في جميع الإجراءات اللي تساعد على راحة الحاج. أول رحلة راح تبدأ إن شاء الله يوم 9/6 أول رحلة، وبعدين تتابعا من 9 و10 و11 و12 تقريبا عندنا ما يقارب 11 رحلة أو 10 رحلات كويتية ننقلهم إلى جدة وثنتين طائف.